ونختم هذا اللقاء وهذا الحفل الكبير مع سعادة القنصل العام للمملكة المغربية ببريكسل السي عمر طوير اللي تقام هذا الحفل عنده هنايا بالقنصلية، هو اللي استضاف هذا الجماهير الكبيرة اللي حضرت اليوم بكثافة، بالأباء بالأمهات بالتلاميذ وكذلك الشخصيات والضيوف الكرام اللي حضروا معنا. سعادة القنصل العام، احنا سعداء اننا نكونوا حاضرين معكم ونغطيوا هذا الحفل هذا. كيفاش كتشوفوا هذا الحفل اللي تقام عندكم هنا؟ هذه مناسبة انه بالنسبة لتوشيح الأطفال المتفوقين في تعليم اللغة العربية واللغة والثقافة المغربية، وهذه مناسبة اللي كنهنئوا بها الأطفال اللي حازوا على جوائز، وكذلك الأطفال اللي ما تمكنش من الحصول على جوائز ولكنهم في نفس الوقت راهم ناجحين، وأنهم يكونوا مفتخرين بروسهم، وأنه العمل يكون متواصل بالنسبة للسنة المقبلة إن شاء الله، باش يحاولوا حتى هما يكونوا من بين الأطفال اللي غادي يحصلوا على جوائز السنة المقبلة إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذن بالنسبة لهذا الحفل هذا اللي تقام هنا بالقنصلية ديال المملكة المغربية، هاد الوليدات هادو باش نخليوهم دائما تشبتين بالهوية ديالهم، هما جاوا الآن لدارهم وتعرفوا على دارهم، واحد النهار غادي يكبروا غادي يوليو حتى هما شباب، فشنو هي الكلمة اللي يمكن توجهوها أنتم كقنصل عام للمملكة المغربية لكل الآباء والأمهات فأنهم يحافظوا على الهوية ديالهم والهوية ديال الوليدات؟ هذا تقليد بالنسبه للقنصليه ديال المغرب انه بالتعاون مع السفاره باش تنظم هذا الحفل هذا لتكريم او تشجيع المتفوقين في التعليم ديال اللغه. وبالنسبه لنا احنا الهدف من هذا الحفل هذا هو انه نشجعوا الاباء والاولياء التلاميذ اللي ما كيبعثوش الاطفال ديالهم بالنسبه لتعليم اللغه العربيه، انهم هذا الحفل هذا انه يحتهم او يشجعهم باش الاطفال ان شاء الله اللي مازال ما دخلوش التمدروس ديال اللغه العربيه انهم حتى هما يستافدوا من هذه المبادره الطيبه اللي كتقوم بها المملكه المغربيه، تشجيع من مؤسسه الحسن الثاني من اجل أو زرع القيم ديال اللغة العربية والثقافة المغربية بالنسبة للأطفال ديالهم اللي هما شباب المستقبل، وأنهم المستقبل ديال المغرب والمستقبل ديال الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا. احنا مقبلين على شهر رمضان، أيام قليلة فقط، ضروري نخليو لك كلمة للجالية المغربية. بمناسبة شهر رمضان الأبرك، كنتمنى لجميع أفراد الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا وخاصة المقيمة بالدائرة القنصلية ديال القنصلية العامة للمملكة المغربية ببروكسل بحر التهاني وأزكى المتمنيات بالنسبة لشهر رمضان، أنهم يدخلوا عليهم الصحة والعافية وبكل ما يتمنوا بالنسبة لهم العائلات ديالهم إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. إذا شكرا كذلك لزميلي توفيق من القنصلية العامة للمملكة المغربية، نقدم لكم هذا الحفل البهيج لتتويج أطفالنا، وإلى السنة المقبلة بحول الله.